السلام عليكم أعزائي عزيزتي، كيف الحال؟ نتمنى لكم يا رب تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية. احنا من بعد ما سالينا روينا 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 ديال التحضير ديال الشباكية والبريوات سلو ولا سليل ولا كل واحد اش تيقول لي كل واحد شنو كيقول لي ياك فاطمة زهرة شنو كيقولوا سليلو سلو تقاوت زميتها ولا واقيلا كل حاجه مختلفه. المهم هزينا كل شيء، ها كل شيء تهز، كل شيء تهز، كل شيء تهز، هزينا الدار كلها، سسنا بصح مسحنا سيقنا مسحنا يلا بدينا كان سيقو دابا ما كل شيء تهز الدار بزاف 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 ديال روينا الكوزينه مرونه حيت كان فيها القليل في الارض كاين الشعر انا كاين الشعر مهم كلشي مرون ولكن دابا مزيان هاد الهتيجي دير شيدي لا وتين لداركم ما خليناش شي بلاصه ما نسيناهاش كلشي نسيناه باقي غادي نزيد شويه ديال الصابون هنا واحد اش كان عندنا كانت عندنا خدمه كثير داكشي علاش ما كناش كنساليو الخدمه وكنمشيو نسيقو ولا كنخليو كلشي المهم كنغسلو غير الميعن قلنا حتى نساليو من الزيوتات وداكشي عاد اننا نسيقو هذاكشي اللي درنا سجاتنا الخدمه ساهله هذيك الطريقه المهم هنا كندير الصابون باقي الصابون طابه ها هي هادشي حكايه تاع الحيم انا ما كنرتاحش راه انا قلت لك نكملوا اليوم غير السوسان نهزوا كلشي وغدا عاد نسيقوا قلت لي لا ما غاديش يغلبك الا هزينا كلشي غتسيق ايوا هكا كيتجاز انا هذا غادي هذاك الزيت البنزين اللي كتحتاج هو ماشي دائما كيتسيح فيه مني ما كيتسيحش دائما غير كنشد ديال بحال البلاد مره مره كيتسيح حيت فعلا ما كاينش مره مره زعما ما كاينش اللي كيرون لينا داكشي علاش ما كنسيحوش دائما وهو ما كيترونش ماشي بحال الاخر شنو زليج عادي هذا فوق تما هذا فوق تما هذاك الا تخوى الماء كيبقى ليك تما هذا لا هذا هو كينشف دغيا محتاج اصلا الماء دائما محتاج الماء راحه نفسيه راحه نفسيه ولا بصح ملي كتشم ريحه الدافيل والصابون هذا راحه نفسيه انا واختي فاطمه زهراء هي فاطمه زهراء حدك عليا انا حدك فشي حوايج هي حدك فشي حوايج حتى انا كان دغيا ندير الميناج ودغيا نسيق دغيا ولكن انا ماشي باتقان شديد فاطمه زهراء كدير باتقان اختي راه وقت الناس الماما وهي بلا نعاس بلا ماكله
حتى تسالي انا لا انا دغيا نسرب انا كندير هاك امك هاك باك انا كندير الشغل ديال هاك امك هاك باك ودغيا كنسالي كانت امي كتقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ازدحني سيدي نخدم الجنة صافي. من بعد ما سالينا شغالنا حنا كنا صايمين انا واختي، هو فطورنا وجبناه، اجلنا الكسكسو ديال اليوم جمع الفطور، هادشي اللي عطانا كاين الكسكسو اللبن الحليب بالزهر مع التمر من شنو هاد اللي صايبنا اتاي